هو صالة للعروض المتغيرة إلى جوار إن هو أثر ربما ياخد صفات المتحف، لأنك أنت بتخش تتفرج على الأثر نفسه، وده الجميل في الموضوع، إنك بتخش تتفرج على القصر كأثر وكأثر، وبتتفرج على أعمال فنية داخل هذا القصر، والاتنين في تناغم شديد جدا. المقتنيات اللي موجودة جوه القصر من القرن ال 17 لحد القرن ال 20 هتلاقي ده المضمون بتاع الأعمال ومجمل الأعمال اللي موجودة في القصر. هي أعمال هامة جدا، وبتؤكد على حاجة مهمة كمان جدا، إن مصر في فترة من الفترات كانت مقصد لكل الفنانين ولكل المثقفين، وعشان كده احنا بنملك مجموعة من أهم الأعمال اللي ممكن تكون في العالم، موجودة في العالم. المتحف جميل وصراحة يعني فيه كنوز، يعني مش بدون مبالغة، يعني في أعمال لفنانين عالميين شفت شغلهم يعني برا مصر. بس المتحف جميل ومتصمم، وترميم الفيلا نفسها معمول بذوق راقي جدا، يعني فعلا حاجة مبهرة، ما كنتش متخيلة ان دي موجودة في مصر. احنا عندنا في مصر حاجات كتيرة غير الآثار الفرعونية والكلام ده، ومش بنستغلها إطلاقا، من حاجة زي القصر ده والمتحف واللوحات والكلام ده كله. دي مبدئيا أكيد هتشجع السياحة بشكل كبير،